السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو سوف يكون عن فقرة اسألني أي فيديو أردت أي سؤال أردت أن تطرحه عليه اطرحه علي. كأي صف أدرس أو كم عمري أي شيء عني أو على الهامستر. ولا تنسوا لايك والإعجاب بالفيديو وشكرا على 9 مشتركين أيها ترونها. وسوف أقرأ تعليقاتكم. هيني نبدأ من الفيديو الأول. هذا لا يوجد أي تعليق. وهذا الفيديو هيا لنرى. حلو جدا من رنين هامستر وأضع لها قلب. مستلزمات الهامستر ها سميتها مثل هامستر نسرين كراميلا. إذا كنت تعرفون نسرين اشتركوا بقناتها، قناتها جميلة جدا من دينا أمستر. هي أيضا اشتركوا بقناتها. كيف أعطي الأكل هامستر نسرين كراميلا؟ لا هناك أي تعليق. نبدأ الآن. جدا بشريتي أم تحسنها سامحين. هذا يجب كراميلا وهي تسمع أغنيتها مطارة. ها كيف ها فيديو خاص بصور الهامستر. انظروا كيوت شكله كيوت. أول تعليق عجل الهامستر تي كاملة جرحت. طيب أول شيء انظروا ما دخلت لي راني هامستر. أم قال لي عمر عينات نبدأ الفيديو هذا. الحلقة الأولى، الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة، الحلقة الرابعة. وهذه المسابقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو سوف يكون عن مسابقة هامستر. أريد أن أريكم نصص هامستر. ها هي قناتها. هذه القناة تعتني بالدرجة الأولى بالهامستر. انظروا قناتها كبيرة، 10134 مشترك. وهنا هذا الفيديو الأخير الذي وضعت. هذا العجل والكثير كثير جدا جدا جدا. جدا كثير جدا. ورانيم هامستر هاي قناتها. هاي ولا تنسوا الاشتراك في قناتها. إلياس هذه قناته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه قناته اشتركوا فيها، هي جيدة جدا. ودينا أمستر قناتها جيدة جدا.
اسم مشتريك ولا تنسوا الاشتراك والاعجاب بالفيديو ولايك. يلا باي.